القاهرة مشاكلها تتلخص في مشكلتين أساسيتين يتفرع منهم كل شيء: إشغالات وعشوائيات. الإشغالات دي تشمل كل شيء، تشمل إشغالات أفراد أو مركبات. إحنا عندنا دلوقتي معدل النمو متزايد، والاثنين ونص في المية دي واضحة وصريحة، وبعد 90 سنة أو بعد 25 سنة هيبقى في تضاعف للعدد طبقا للمعدل. إذن هنا الشوارع بتاعتنا هي وما هيش قابلة للامتداد أو المط، وبالتالي مع الزيادة السكانية وزيادة المركبات هتزيد الإشغالات، فيختنق المرور وتتأثر كل شبكات المحافظة، سواء شبكة صرف، شبكة مية، شبكة نت، شبكة كذا، شبكة كذا، كل المرافق بتاع الدولة هتتأثر. طيب الحاجة التانية هتؤدي إلى زيادة العشوائية مع زيادة السكان. كل واحد بقى، إحنا دلوقتي في القاعة وعددنا 50، لو هي نفس القاعة ودخل 350 علينا هيبقى الوضع إيه؟ هيؤدي إلى تزاحم، تدافع، مشاكل، وإحنا نعلم ذلك. طيب الحلول إيه؟ الحلول إن إحنا بنتصدى لكل المناطق العشوائية، وبنحاول إن إحنا نصدر القوانين اللي تحد من العشوائيات، ونبدأ نطور ونعمل لجان تيسيرية زي لجنة التيسيرية لمنشأة ناصر، لجنة التيسيرية مثلث مزبيرو، اللجنة التيسيرية لرمل الدولاء، وهكذا. وبنطور وبنعدل في الشوارع، في الإنارة، في الصرف، في الشبكة، وهكذا. طيب دي مشكلة العشوائيات. طيب بالنسبة للإشغالات، سواء الأفراد الباعة الجائلين، لابد إن احنا بنتصدى للموضوع، إن احنا بننشئ أسواق ونرفع كفاءة الأسواق، ونحاول نعمل ونحاول نقلص مساحتهم على الأرصفة والشوارع. طيب وبالنسبة للعربيات، بنمنع ركون المخالف، وبنرفع العربيات المتهلكة، وبنقول إن أي عربية متهلكة أو ركنة مستمرة، إما إن هي بلوحات فيتعامل معها المرور ويراجع ملفها بصمتها ويطلع عليها يصدر عليها الغرامات المناسبة، أو إن هي ما عليهاش لوحات فيتعامل معها كما لو كانت أي إشغال أو أي صفيحة زبالة ياخدها وتصرف فيها بتاع المرافق. إذن في يا إما مرافق يا إما مرور، يا بالنسبة للمركبات. وبالنسبة للأفراد إحنا بنعمل، بنقول ده حاجز المشاة ودي علامات وهكذا. هي دي المشاكل الأساسية في القاهرة، إما إشغالات فتؤثر على المرور، وبالتالي تأثيرها سلبي على الاقتصاد بصفة عامة وعلى كل المصالح، لأن تعطيل الموظف يؤثر وتعتبر خسائر غير منظور. من هنا أنشأنا جرشات متعددة وكثيرة جداً: العتبة، الأبرة، البستان، الأزهر، جراش التحرير، جراش والساحات، عبد المنعم رياض 1 و2 والنور، وهكذا. وكل الأمور دي لو احنا فعلي استغلنا كل الجراشات دي هنحد من الكثافة، كثافة العربيات على الطريق، ونحد من الركون الانتظار المخالف، وبالتالي هنحقق سيولة المرور.